بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر كل الحاضرين بهذا النهار المبارك إن شاء الله نتاع الألغام، لكن يا للأسف الألغام لها خطيرة جدا، وأنا ما يتكلموا عليها لكن راني تكلمت بيها. أنا نشكر وزارة المجاهدين على هذه المبادرة، ونتمنى تستمر عدة شهور أو عدة أيام، هذه ما تكملش، ونقدموا الشفاء إن شاء الله الوزير تاعنا سي طيب الزيتوني، والبركة بالمؤسسة بالتمويل، بركة بالمؤسسة العسكرية. بالنسبة للألغام نجيو نتحدوا على الألغام، فرنسا ما تجبرش روحها، ما تديرش ديرها، ما تقدرش تكافي هذه الجزائريين في هذا المشكل تاع الألغام. الألغام راها من الستينات تاع القنبلة النووية، وهي ألغام اليومين هذا كما النعامة بلاد رملة، راها الألغام اليوم حية ما تموتش، راهم يموتوا يوميا. أنا نتمنىكم التوفيق، كل القناة الجزائرية الواقفة على التاريخ نتمنى لها التوفيق إن شاء الله. و أنا وقت الثورة بنتي عايش في الميدان، أنا متخصص في قطع الأسلاك وفي إنزال الألغام، عارف وعي مكتوعة بها، بصح ماهوش خارج ذات أنا كنت متخصص مدة 4 سنوات في تقطع الأسلاك ندي الجيش وندي حتى المهاجرين حتى المغرب، وهذاك المشكل كي ندي المهاجرين وتموت صداع ما نجبروها في الحدود وازلتنا. من هي المرأة الجزائرية اللي تقدر تصبر والضرب يا أنا تحية المغرب.